اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور، بنرحب بحضرتك في كارديالكس 2018. ممكن حضرتك تعرفينا بنفسك؟ انا دكتوره بسمه فوزي، كونسلتنت يعني استشاري رعايه مركزه جراحه قلب وموجات على القلب في قسم جراحه القلب في طب عين شمس. اهلا وسهلا يا دكتور. دكتور ممكن حضرتك تقول لنا ايه رايك في كارديالكس السنه دي؟ ايه رايك في كارديالكس السنه دي؟ الحقيقه يعني انا طبعا في بدايه الموضوع عايزه اشكر دكتور محمد صبحي، الدكتور سامح عرب، الناس القائمين على المؤتمر. اعتقد ان هو بيبقى مجهود فظيع طول السنه عشان يطلع بالشكل الرائع ده، لانه كمان محفل علمي، وكمان هو مختار الناس اللي هم يعلموا الناس، يعني اختياره حتى في الشخصيات اللي حاضره المؤتمر عاليه جدا، وواضح ان هو فيه يعني تقنيه عاليه قوي في اختيار الناس في الاورجنايزيشن في كل حاجه. وبعدين محفل علمي بيحضره كل الدكاتره، فبيأثر طبعا على كل العلم بتاع الجمهوريه في جراحه القلب، وكل حاجه جديده. انا شخصيا سمعت توبكس لاول مره كنت اعرفها، وانا نفسي اتعلمها عشان اطبقها في عيانين. ميرسي جدا يا دكتور. دكتور ممكن حضرتك تكلمينا شويه عن البرزنتيشن بتاعت حضرتك؟ الحقيقه انا كنت يعني كاتبه، يعني انا كنت مقدمه موضوع احنا اوريدي نشرناه بره، وهو حتى موجود على ساينس دايركت اللي هو الميد لاين العالمي حضرتك من 2015. احنا لما بدانا الموضوع ده كان بيتكلم عن استعمال الفياجرا او اللي هو السندلافيل في علاج العيانين بتوع الكرونيك هارت فيلير بس بعد جراحه القلب. وده لما احنا بدانا الموضوع ما كناش لاقيين حتى حد كاتب عنه خالص، وما بقيناش عارفين حتى نعمل مقارنات مع العالم كله. لما انا يعني اول يعني من الاسبوع اللي فات لما انا كنت بحضر البرزنتيشن ودخلت على الميد لاين، فوجئت بكميه الابحاث اللي اتعملت في العالم كله بعد ما احنا بدانا. وده طبعا هو البحث كان كبير قوي، فما عرفناش ان احنا نقسمه وناخد كل الفروع بتاعته، بس لقيت ناس كتير قوي اشتغلت عليه، وده طبعا يعني بسطني جدا. ده احنا البحث ده احنا اجريناه على عيانين عندنا في جراحه القلب في طب عين شمس، اللي هم العيانين اللي كانوا اند ستيج، يعني اللي هم كانوا يعني ما لهمش اي علاج، وان هم خلاص دخلوا في هبوط شديد جدا في عضله القلب، بالرغم ان هم بياخدوا كل العلاج الروتيني العادي. فدول المفروض ان هم في بره، يعني في اوروبا وفي امريكا، دول اللي هم كانديدز عشان يزرعوا لهم زرع قلب، او ان هم بيموت منهم حوالي 90%. وطبعا دول كانوا اللي هم مش عايشين حياتهم خالص، مورمين على طول، الكبد عندهم متضخم، مش قادرين بينهجوا، ما بيشتغلوش، لو ست مش عارفه تخدم بيتها. لما احنا مشينا العلاج ده قعدنا عليه، يعني احنا تابعناه لمده 3 شهور، بس انا كملت العلاج عليهم لمده سنه بعد البحث. العيانين دول حتى بعد سنه انا بدات اسحب الفياجرا واوقفها، والعيانين ما زالوا بقى لهم 3 سنين عايشين زي الفل، وبييجوا يتابعوا معايا وانا عارفاه. وبعدين ما حصلش اي سايد افكت منه، يعني ما فيش اي عيان اتاذى منه، بالعكس هم استفادوا. فيعني ده كان موضوع جديد، لانه كان في يعني كل طبعا دكاتره القلب عارفين ان احنا طول عمرنا بنستعمل الفياجرا في العيانين اللي عندهم ضغط شريان رئوي عالي، لكن احنا كنا نستعمله في عيانين هبوط عضله القلب، ده اللي كان جديد. ميرسي جدا لوقت حضرتك يا دكتور.